عودة لكم مشاهدينا الكرام. تزوير الدواء بلغة الأرقام بات تهديدا اجتماعيا وصحيا، فبالنسبة العالمية تظهر حجم تفاقم مشكلة التزوير والتقليد في الأدوية. قانون المجرم لتلك العمليات وإن وجد لا يطبق بشكل سليم، لتبقى مسؤولية محاربة هذا الملف ملقاة على عاتق الجهود العربية والدولية والطاقم الطبي في طريق المحاربة والتوعية والإرشاد. هذا موضوعنا الآن، راح نناقشه في دائرة الضوء. للحديث بكل هذه التفاصيل تنضم إلينا في الاستديو الدكتورة ريما العيسى، عضو جمعية الصيدلة الكويتية. حياك الله وحياك دكتورة. بداية لو بنسأل دكتورة، في أدوية مزورة بالكويت؟ في أدوية مزورة وفي أدوية. طبعا وش لازم أبتدي أشكركم على استضافتي في البرنامج وفي قناة المجلس. طبعا في أدوية وفي أدوية قاعد تدخل. شنو دوافع هذا التزوير؟ قبل أن نتكلم عن الدوافع نعرف شنو هي الأدوية المزورة. أول شيء نعرف المواجه بالأدوية المزورة. إيه هي؟ أدوية تصنع من قبل هيئات أو شركات أو حتى أفراد أو مؤسسات بطريقة احتيالية. ما نقدر نسميها مصانع، ما أدري شنو هالأماكن اللي يصنعون فيها الأدوية. ما تتبع أي شروط لتصنيع الدواء السليم ولا للتخزين ولا أي شيء، مجرد بطريقة احتيالية يقلدون الدواء الأصلي اللي يحمل العلامة التجارية الأصلية للشركة المصنعة الأصلية بغرض الغش والخداع وليس بغرض علاج المريض وبغرض ربحي تجاري فقط. طيب شلون أعرف؟ شلون أعرف أن هذا الدواء مزور؟ أنا بروح صيدلية بأخذه من الصيدلية وبعد بايع لي يا دكتور من صيدلية، شلون أعرف أنه مزور؟ إذا صيدلية معتمدة ومرخصة من وزارة الصحة فمعناتها هي تتبع معايير حاطتها وزارة الصحة في تخزين الدواء، في بيع الدواء، في أسعار الأدوية. يعني فعادة الصيدليات المرخصة من وزارة الصحة تبيع أدوية مرخصة. الأدوية اللي غير مرخصة واللي تباع مثلا عند العطارين وفي من الإنترنت في الأماكن غير مرخصة ومعتمدة من وزارة الصحة هي يكون الشانس فيها أكثر أنها تكون أدوية مزورة. مزورة النسبة عالية بالكويت عندنا ولا قليلة ولا تكاد تذكر؟ ما نقدر نقول بس بالكويت أو بس بالخليج، مستوى العالم ككل. هي مشكلة عالمية، الموضوع بانتشار قاعد يزيد. يعني إحصائية ما أقدر أعطيك إحصائية لأن بعد الموضوع مو واضح إيش كثر اللي قاعد يدخلون، لأن الناس اللي قاعد يدخلون الأدوية ما ندري منو هذيله. فهي مشكلة عالمية. في دراسة تقول أن 30% من الأدوية اللي تدخل دول العالم الثالث أدوية مزورة. يعني إذا قلت خلينا نطبق هذا على الكويت، الكويت على الأقل عندنا نظام رقابي في إدارة تفتيش وقاعدين يسوون ضبطيات وكثر الله ألف خيرهم إنه قاعدين يواجهون هالمشكلة، مع إن إيد واحدة ما تصفق نحتاج إلى جهات مختلفة معاهم يساعدونهم في هالموضوع. خلينا نقول إنه بالكويت لأن في نظام رقابي مو 30%، إحنا بعد من دول العالم الثالث بس مو 30%، لأن عندنا نظام رقابي. خلينا نقول نعطيها 10%. فإذا دخل الكويت مليون حبة أو علبة من دواء معين، 100,000 عندك 100,000 دواء مزور. تداعياته شنو؟ هذا دواء مثلا يعني انا لو اخذ دواء مزور شنو تداعياته؟ يعني قصدك شنو شنو ممكن يصير فيني؟ اي هو مجرد مزور ما راح يعطي مفعوله ولا في اعراض ثانيه له؟ اي الاثار مالت الادويه المزوره مو بس على المريض، يعني هي منظومه كامله راح ياثر عليها. صحه المريض هي بالدرجه الاولى احنا قاعد نفكر فيها، لان اذا دواء مزور يا اما انه راح يكون دواء غير فعال او ضار. ماكو دواء مزور راح يعالج مرض، لانه مو هذا الغرض. اضعف الايمان انه يكون غير فعال. لكن اذا المريض يحتاج علاج وراح شرى دواء مزور فمعناته هو ما قاعد يعالج نفسه، فمشكلته ممكن تتفاقم، ممكن يؤدي الى الوفاه في النهايه، او ممكن من اول جرعه لانه ضار مو نافع، يعني مثلا مو غير فعال ضار، فمن اول مره يروح فيها المريض. يعني تنتكسر الحاله مره واحده. طيب هذه التزوير شاهدنا حالات وفاه بالكويت
على هالموضوع او على مستوى العالم شهدنا حالات وفاه من جراء تزوير دواء؟ في على مستوى العالم اكيد في يعني حالات وفاه صارت، يعني لان في بلاغات توصل من لمنظمه الصحه العالميه عن يعني حالات يعني اثار جانبيه او ادويه ممكن سببت الى وجود حاله وفاه. المشكلة احنا عندنا في الكويت انه ما في منظومة للإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية. إذا صار في عندك منظومة اللي تكلمت عنها من قبل كذا مرة اللي هي منظومة اليقظة الدوائية، هذه جدا تكون مهمة بالكويت. إذا هذه وجدت في الكويت وبدأت تستلم بلاغات عن الآثار الجانبية، لما يدخل إلى مرحلة التقييم في هذه المنظومة، أول شيء راح يسألون نفسهم المقيمين المختصين في تقييم الآثار الجانبية، هل الدواء هذا مزيف ولا أصلي؟ إذا الدواء مزيف حلينا المشكلة، عرفنا أن المشكلة أنه هو دواء مزيف ولازم يعني نحاول نلقى الناس اللي قاعدين يصنعونه أو قاعد يدخلون البلد. حلو. من هنا نمنع مشكلة الدواء المزيف وتأثيره على المرضى. لكن إذا دواء أصلي هني يبتدون يدخل في مرحلة ثانية من التقييم. فهي مهم يكون عندنا المنظومة هذه عشان نقدر نعرف حجم المشكلة وين صايرة في الكويت. يعني أعتقد دكتورة ولمن يشاهدنا الآن، لمن يعتقد أن المسألة احنا بالغنا شوي نوعا ما، عالميا بالدرجة الأولى أكثر انتشارا قضية المخدرات، بالدرجة الثانية قضية تزوير الأدوية. نادرا ما نجد والله تكاتف أو تصريح من وزارة معينة معنية في هذا الموضوع، حول هذا حملات توعوية أكثر. شو اللي نحتاج احنا؟ بالعكس، في حملات توعوية سووها وزارة الصحة كذا مرة، مؤتمرات كل سنة قاعدين يسوون عن تزوير الأدوية وقاعدين يواجهون هالموضوع، يعني وقاعدين يحاولون يوعون الناس. سووا كذا مرة في المولات يعني إدارة تفتيش الأدوية وفي وزارة الصحة حملات توعوية عشان يقولون حق الناس طريقة، شنو الطريقة اللي يمشون عليها علشان يتجنبون الأدوية المزورة أن هي توصل لهم. بس يعني مثل ما قلت لك، إيد واحدة ما تصفق، لازم الأمن يدخل في الموضوع، وزارة الداخلية لازم تدخل بقوة في الموضوع، وعندك لازم الجمارك بعد يدخلون في الموضوع. يعني منظومة كاملة، يعني مو بس وزارة الصحة اللي دائما نحط عليها اللوم في هذا المجال. إيش كثر تقيمينها؟ شلون تقيمين هاي المنظومة اللي المفروض أن تكون وجدت بالكويت عندنا مترابطه مثل ما ذكرتي من الجمارك وغيرها، شلون تقيمين هذه المنظومه؟ موجوده عندنا ولا مو موجوده اساسا؟ انا يعني شخصيا رايي، انا قاعد اشوف الاهتمام اكثر شيء من وزاره الصحه. وبرايي ايضا ان تجاره، مثل ما قلت انت، تجاره الادويه المزيفه محتله المركز الثاني، هالحكي هذا يمكن من 3-4 سنين. اوكي، الحين ما يندرى وين وصلت، يمكن وصلت للمركز الاول او قربت للمركز الاول، لان في الموضوع في تفاقم. فيعني لازم الناس تبتدي تهتم بشلون تقدر ترصد الادويه المزيفه، وشلون تقدر تتجنب وصولها الى هذا الاماكن اللي تبيع الادويه المزيفه. وبعدين تجاره الادويه المزيفه بالنسبه حقي عقوبتها المفروض نفس تجاره المخدرات. هذا رأيي. حاليا عقوبتها شنو؟ ما في تجريم او عقوبه واضحه اللي يبيع الادويه المزيفه. لما نقول تزوير، ممكن اهل القضاء والمتخصصين في القضاء وفي القانون يعرفون شنو يعني تهمه التزوير وشنو جريمتها وشنو عقوبتها. التعدي على العلامه التجاريه او الملكيه الفكريه هم من هذه فيها تجريم وفي عقوبه اكيد موجوده في القضاء. لكن بالنسبة حق تجارة الأدوية المزيفة، إذا واحد باع دواء مزيف شنو عقوبته؟ أنا بالنسبة حقي هذا نفس تاجر المخدرات، لأنه بالنهاية قاعد يذبح المريض، قاعد يقتل المريض. فالمفروض ينظرون لهالأمر ويبتدون يشرعون قانون بتجريم وعقوبة بائع الدواء المزيف. من خبرتك، أغلب المزورين يتجهون حق قضايا تجارية ولا قضايا ربحية ولا شو اللي يبونه بالضبط؟ أكيد ربح. ربحي فقط. ربحي. ما قاعد أقول لك، ما قاعد يعني الهدف مو إنه يعالج المريض، هو يحط لك في الحبة أي شيء يحط، مو شرط يحط لك حتى مادة فعالة، ممكن يحط لك مادة فعالة يعني الكواليتي أو جودتها جدا رديئة، أو ما يحط لك مادة فعالة مرة واحدة، يحط لك أشياء ثانية يعني مو معروفة وتكون ضارة بالمريض، سم. فيعني الهدف واضح انه هو مو العلاج ولا صحة المريض، الهدف
ربحي، وانتاج الحبه الواحده ممكن يكون اذا الدواء الاصلي ينتج الحبه الواحده مثلا ب 100 فلس، هذا ينتج لك اياها ب 10 فلوس. وحتى لو باعها بنصف سعر الدواء الاصلي هم هو ربحان وايد. صح. اي ابي اسالك على قضيه اخرى قد تكون مقاربه لها. بنظره متخصص الان، شلون انتم تعرفون هذا الدواء مزور؟ لازم اوديه مختبر ولا من النظره الاولى ولا من الغلاف الخارجي ولا شلون اعرف؟ في وايد اشياء يعني مثل. شوف، هو تصنيع الدواء المزيف يعني يصنعونه بشكل حرفي وبدقه متناهيه، في ادويه ما تقدر تفرق بينها وبين الاصلي. الا بالمختبر. اي يعني لازم توصل، انطر لما توصل المختبر عشان يحللها، احنا نبي نوصلها المختبر قبل لا توصل لايد المريض. صح. عرفت شلون؟ بس خذاها المريض، شلون المريض يعرف بالنظر؟ صعبه، وايد صعبه. فحتى البروفيشنالز، حتى المتخصصين ما يقدرون ساعات يميزون الفرق. فالحين في دول يعني اعتقد دول الخليج بعد حطوا نظام الباركود على الدواء الاصلي، بحيث انه يعني يعرفون من خلال يعني بس مجرد يمررون على الباركود يعرفون ان هذا دواء مو مزيف، دواء اصلي. بس هذا ما يمنع تهريب الأدوية المزيفة، والناس يعني أولاد الحرام اللي يبيعونها مثلا في العطارين ولا في أماكن غير مرخصة، ويقول للمريض يسأله هذا مرخص؟ يقول له إيه، هذا موجود بالصيدليات مرخص وزارة الصحة، والمريض يشتري وما يدري أن هذا الدواء مزيف. عرفت شلون؟ فهي المسألة كلها احتيال ونصب. هي احتيال. أنا بالنهاية دكتور معطيني إياها، يعني أنا أشوف الصيدلة بالنهاية دكتور هو اللي واصف لي هذا الموضوع. الآن الفرق الأسعار ما بين دواء ودواء، إذا اتفقنا أن هذا الهدف من قضية التزوير، دواء ينباع بعشر دانير ودواء نفسه بس ينباع بخمس دانير، هل هذا يسبب نوع من الشكة؟ هل المواطن عنده ذاك الوعي اللي لما يعرف على الأقل فرق الأسعار يشك، يقول والله في غلط، ولا من وين تبي يقول لك والله انا انا لقيت هذا الدواء بمكان ثاني بنص السعر او ربع السعر، شلون انت تبيعه هني بهالسعر؟ ما يدري ان التصنيع من قبل الشركه المصنعه الاصليه يحتاج الى تكاليف باهظه علشان يوصل الدواء الى يد المريض، يمر بمراحل كثيره مكلفه، فالمريض بالنهايه هو اللي قاعد يدفع كل هالمراحل هذه. المسألة مو مسألة والله تاجر ومحتكر وبس، لا، احنا ما يصير نفكر بهالشكل. بالكويت عندنا غلاء في الأسعار في كل شيء، هذا بالكويت. ضيف على غلاء الأسعار في كل شيء غلاء تصنيع الدواء نفسه في الدول الأصلية، في المصنع، الشركة المصنعة الأصلية. عندك المادة الخام من وين يجيبها، هذا جدا مهم. احنا في الرقابة الدوائية يطلبون شهادة ان المادة الخام هذه معتمدة في البلد اللي قاعد يتصنع فيها، مو اي مادة خام يروح يجيبها من اي بلد. حلو. وهذا مكلف، التصنيع مكلف، الموارد البشرية، الأجهزة والمعدات اللي تستخدم، شحنها للبلد، تخزينها في المخازن في الكويت، اجار المخازن في الكويت كم؟ وايد غالي. سيارات النقل اللي توصل لك الدول للصيدليات، هذه كلها مكلفة. هذا كله بالنهاية ينصب في سعر الدواء والمريض يدفعه. يعني احنا لما نقول ان الوكيل او هو اللي محتكر الدواء، طيب حلوا المشاكل هذه كلها وغلاء الأسعار عشان نقدر نقلل سعر الدواء في الكويت، مو بس نضرب بالوكيل وفي التجار. انا ما اقول لك ان الموضوع ما في احتكار، في احتكار، وانا من الناس اللي ما في احتكار في الكويت، ما في احتكار ادويه ولا احتكار اي سلعه، بس انه علشان نحل موضوع سعر الدواء ونبتدي نخفضه لازم نحاول نساعد التجار في انه يقدرون يبيعون الدواء بسعر معقول. تمام. دكتور، الان دور الرقابه الصحيه في هذا الملف تحديدا، شلون تقيمينه كمراقبه للوضع؟ التقييم الصحي يعني ما ادري ايش، ما فهم سؤالك. تقييم الرقابه الصحيه نفسها، متابعه هؤلاء الصيدليات سواء كان مرخص او غير مرخص. قضيه الضبطيات القضائيه وغيرها. في دور شغال، في تفتيش، في عمليات تفتيش. اي طبعا، مثل ما قلت لك في البدايه، قلت لك في ضبطيات قاعده تصير، يعني ضبطيات كبيره، يعني كلها نقراهم دائما بالجرايد،
ضبطيات في مخزن ما ادري وين، في سرداب لقوا في ضبطيات ادويه مزوره، هذه كلها موجوده قاعده تصير. بس يبي لها يعني شو اللي يكسرنا تسليط احنا بالكويت عشان نحارب هذا الملف؟ شو اللي يكسرنا؟ لازم مثل ما قلت لك، لازم في عقوبه تجريم بائع الدواء المزيف، هذه لازم تنحط. وبعدين انا اشوف البائع الدواء المزيف او مصنعي الادويه المزيفه هذول مثل الفيروس. يعني الحين انا قاعد اقول لك في باركود وحاطين باركود، ودول الخليج قاعدين يحاولون يعني يحاولون يحافظون على الادويه الاصليه من خلال الباركود، بس بي يوم حتى هذا بيتزور يعني في المستقبل. يعني الباركود سهل يتزور؟ اي يعني راح يتزور. يعني اذا ما تزور الحين في طريقه اخرى قاعد يدخلون فيها الاسواق عن طريق يعني التهريب، ويودونا للاماكن المنافذ اللي يعني ممكن يرخصون منها يبيعون منها الادويه مثل الغير مرخصه في وزاره الصحه، وقاعد يوصل للمريض بدون الباركود. المريض هو ما يدري لازم باركود، ما يدري. بس بالمستقبل حتى هذا ممكن يعني يزورونه. حتى من الاشياء اللي قامت تتزور بالفتره الاخيره قضيه المكملات الغذائيه، محبي الرياضه وغيره، هذه من الاشياء اللي تتزور الان. طيب سهوله التزوير ما بين الدواء وما بين هذه المكملات الغذائيه، شنو بوجهه نظرك الاسهل في التزوير او الاكثر لهذا التزوير؟ راح اسمع منك الاجابه دكتوره، لكن بعد اذنك فاصل قصير تكرموا معنا بالبقاء الى ما بعد الفاصل. عودة لكم مشاهدينا الكرام، مستمرين في دائرة الضوء، الحديث مع ضيفتي بداخل الاستديو دكتورة ريم العيسى. دكتورة، قبل فاصل كنا نتكلم عن قضية الأدوية المزورة. البعض يعتقد أنها فقط أدوية، الآن أصبح الموضوع حتى مكملات غذائية بروتينات أو غيرها تتزور الآن. سايد افكت نفس الدواء نفس الشيء قد يصل إلى الوفاة؟ مو نفس الدواء الأصلي، يعني أنت مثل ما قلت لك والمكونات تكون مختلفة. لا لا، قضية التزوير في الدواء نفسها التزوير في المكملات الغذائية والبروتينات. اي نفس الشيء. اي نفس الشيء، قد تصل بحالاتها الى الوفاة. ممكن، لان اللي يحطون فيه ممكن يكون بويزن. وشلون نعرف زي نفس الشيء يردينا؟ مو مثل ما قلت لك، يعني اذا ما وصل الى المختبرات التحليل عشان تعرف شنو مكوناته، ممكن يوصل المريض قبل لا يوصل المختبرات. لا، المكملات الغذائية ما تباع في الصيدلية دكتور. لا، في صيدلية طبعا. يعني تباع في الصيدليات، لكن في محلات تبيع مكملات غذائية. إيه بس في مراهمة مرخصة هذيل، يعني المكملات الغذائية اللي تباع في المحلات التجارية اللي معروفة وأساميها معروفة، هذه كلها مسجلة في وزارة الصحة. لكن في أماكن يعني ما تبيع أدوية مرخصة أساسا ولا مكملات غذائية مسجلة في وزارة الصحة. فهني المشكلة. العطارين، الانترنت يعني في احصائيه يقول لك 50% من الادويه اللي تاخذها من النت وهميه مزوره. اطلبها من برا قصدك ولا من الانستغرام؟ تطلبها من برا، من الانترنت. يعني شبابنا وايد يطلبون اشياء من الانترنت. ارخص يقول لك ارخص. ليش ارخص؟ يعني فكروا فيها، ليش ارخص؟ طيب اوكي، انت الحين لما تاخذ دواء شنو تبي من هالدواء؟ انه يكون امن حقك. صح. طيب انت ايش دراك ان هذا الدواء مخزن تخزين صحيح؟ وزاره الصحه عندنا يفتشون على طريقه التخزين، يتاكدون ان الصيدليه قاعد تخزن الادويه بشكل صحيح، سواء بالثلاجه او في غرفه يعني في روم تمبريتشر، يتاكدون من هالاشياء هذه. يتاثر الدواء طبعا. اي سريع، حتى المكمل، حتى يعني اشعه الضوء. ضوء الشمس ايش دراك انه مو مخلي برا باشعه ضوء الشمس، او في السيارات اللي ينقلون فيها من مكان لمكان في درجه الحراره، شلون صايره درجه الحراره؟ كذي فعلا اعيش بحاله شك. اي فانت لما تعيش بحاله شك، لما تعيش بحاله شك روح حق المكان اللي يريحك. يعني حتى لو تدفع فلوس زياده، بس انت قاعد تتكلم عن صحتك. اضطريت اني ادخل صيدليه معينه وخذيت دواء وشكيت انه مزور، شو اللي يترتب عليه؟ شو المفروض اني اسوي؟ بلغ. وين؟ بلغ وزاره الصحه، اداره تفتيش الادويه. بلغ ان انا شاك ان هالمكان هذا قاعد يبيع ادويه مزوره، او ود العلبه اللي شريتها ود لها لهم وقول لهم، يمكن هم يعني عينهم متمرنه يشوفون عارفين شنو الاشياء اللي تكون مزوره، الادويه المزوره وشون شكلها، وممكن يدخلون المختبر يتاكدون ان فعلا هذا المكان قاعد يبيع ادويه مزوره. واصلا اذا عرفوا انه شاري في المكان مو مصرح له اصلا انه يبيع ادويه، هذا بروحه تزوير. ما يقدر هو، ماكو احد يقدر يبيع ادويه، لازم يكون عنده مكان صيدليه مرخصه ببيع الادويه. ما يصير اي احد يبيع ادويه.
حتى انا صيدلانيه لازم يكون عندي ترخيص لبيع الادويه، ولازم يكون عندي ترخيص بمزاوله مهنه الصيدلي. ترخيص مو اي احد يبيع. طيب دكتوره، ودي اسمع رايك بنظره طبيه، بنظره صيدلانيه اكثر، حول قضيه المكملات، صح التعبير، الغذائيه. بروح ابعد من المكملات الغذائيه، البعض يمكن بالفتره الاخيره شاف في انتشار واضح على قضيه الهرمونات وغيره والابر، ويعني ما ادري شنو يسمونها بالضبط، لكن ان صح التعبير هي هرمونات، ابر هرمونات. الحين اللي بيغش بدواء ينباع بصيدليه، سهل جدا انه يبيع ابره مغشوشه على شخص يبي يعدل جسمه مثلا. نصيحتك لهم بنظره طبيه اكثر، شو تقولين لمن ياخذ والله من شخص ما يدري من هو، مجرد رفع التليفون من اقاربه ومن اللي حوله، فلان ترى يبيع هالنوع من الدواء، هالنوع من حبوب التخسيس، هالنوع من حبوب مكملات العضله وغيره، وياخذ ما ادري انا مغشوش ولا لا، بالنهايه هو دواء. نصيحتك لهم شو تقولين؟ لا تشتري ادويه من اماكن غير مرخص لها ببيع ادويه او مكملات غذائيه، واستشير دائما الناس المتخصصين، اطباء الصيادله، لما تاخذ اي دواء. يعني اذا انت يعني شبابنا يحبون المنشطات والمكملات الغذائيه عشان الرياضه والعضلات وكذي، انا من رايي اذا انت تقدر يعني يكون لك عضلات بعد 3 أشهر 4 أشهر بدونها، فاشتغل على نفسك، لا تاخذ ادويه حتى لو هي كانت اصليه، ممكن يكون فيها اثار جانبيه على المدى البعيد عليك انت، يعني حرام، شاب وصحتك يعني بالدنيا المفروض. فيعني اشتغل على نفسك وعلى صحتك، غذائك هو دوائك. ترى اقول لك 4 أشهر وايد، اربع قاعد انطر. لا والله مو وايد، يطيرون كذا بسرعه، وشهر وينتهي الموضوع، اقل من شهر. ما يصبرون 4 أشهر، يطيرون بسرعه. احنا الحين بنخلص، خلاص 17 بيخلص شهر 5. في عرفه وصوره نمطيه غريبه، البعض يعتقد ان الدواء ما له صلاح ينتهى طول ما هو بالثلاجه. نشتري بنادول ونخليه سنتين بالثلاجه ما يضره، لانه هو بالثلاجه. لا مو صحيح هالكلام، خطا. مده الصلاحيه لازم نلتزم فيها. يعني ليش في مده صلاحيه؟ لان البرودكت او المنتج الدوائي بعد فتره يبتدي يطلع فيه نواتج ديجريديشن برودكت يسمونها. نواتج ما اعرف شنو ترجمتها بالعربي، اللي نواتج تحليليه او شيء كذي تطلع بعد مرور فتره من يعني عمر الدواء. هذه تؤدي الى انعدام فعاليه الدواء او الى تحولها لماده ضاره. فانت ما يصير يعني عقب ما ينتهي الدواء تقدر يعني ترد تظل تاخذه، لانه ما راح ينفعك. حتى قضيه حفظ الدواء الان، بعض يمكن من يشاهدنا من كبار السن عسى ربي يحفظهم، كل شيء يحطونه بالثلاجه، يحطه بالثلاجه، او يقول لك مثلا انا عندي 6 7 حبات المفروض اخذهم باليوم، فيجمعهم كلها بكوطي صغير احطهم مخباتي. هذا ما فيها شيء. قضيه يعني تخزين الدواء شلون؟ وين ممكن يكون؟ لازم بالثلاجه؟ لازم يعتمد بارد، يعتمد لازم على يعتمد على نوعيه المواد اللي في الدواء. اذا كانت حبوب مثلا، اذا حبوب عاده الدواء الحبوب في الروم تمبرتشر، درجه حراره الغرفه 25 30 25 درجه حراره الغرفه تخزن فيها الادويه الحبوب يعني. في ادويه لا، لازم تحطها بالثلاجه تظل بارده. في ادويه مثلا يعني عقب ما مثلا الانتي بايوتكس، عقب ما تحط تضيف لها الماي بعدين تحطها بالثلاجه. اضيف لها ماي واحطها بالثلاجه؟ اي يعني في ادويه كذي يعني. زين شنو العادات الغلط اللي البعض يسويها باستخدامه للدواء، بحفظه للدواء، شنو من العادات الخطا اللي مرت عليك؟ مثل ما قلت لك، ما يقرون شروط التخزين اللي مكتوبه على الباك، وبس كل شيء يحطونه بالثلاجه. هذه عاده غلط، يعني لازم تلتزم بشروط التخزين اللي معطيك اياها الشركه المصنعه واللي معتمده في وزاره الصحه. وزاره الصحه ترى يعني من اهم شروط الاعتماد الدواء داخل الكويت انه يكون ماشي على ستابيليتي ستادي، لازم يكون في دراسه ثباتيه تثبت ان مده الصلاحيه اللي حاطتها الشركه المصنعه صحيحه. ان خلال مثلا اذا معطيك شلف لايف 5 سنين، في دراسه ثباتيه تثبت مقدمه من وزاره الصحه ان هال5 سنين هذا الدواء ثابت ما يتغير ستيبل. ويعطونك بعد دراسه ثباتيه مدتها 6 شهور على ستريس كونديشنز، يعني على في درجه حراره عاليه جدا.
40 درجة سيليزية، فيشوفون شلون يتحمل. اي هل انا اقدر اخلي الدواء في مكان فترة طويلة لمدة 6 اشهر، ويشوفون لازم يكون امن لمدة 6 اشهر، ما يصير في ديجريديشن برودكت خلال 6 اشهر. فمهم الالتزام بمدة الصلاحية اللي تعطيك اياها الشركة المصنعة، لان هي اللي معتمدة في وزارة الصحة. جميل. طيب دكتورة بسألك على قضية اخرى، البعض من الصيدلانيين قد يعطي لنفسه أحقية يمكن ما يملكها، ينصح يشخص مثل ما يشخص الدكتور والطبيب العام. خلنا نميز الآن، البعض إذا سمع صيدلاني معناته هو دكتور فاهم، ممكن يشخص الحالة ويعطيني نوع الدواء مثل أي صيدلية أروح له وأقول له أنا عندي عوار في البلاعين يعطيني نوع الدواء الفلاني. الآن الفرق ما بين الصيدلاني وما بين الدكتور، كل له صلاحياته، لكن التداخل في هذه الصلاحيات امر زين مو زين. ظاهره جيده ان الواحد لما يصير مريض يقول شقه اروح مستشفى واصف دور، اروح الصيدله والصيدلاني يعطيني الدواء الانسب اللي هو يشوفه. هالشيء صح ولا غلط؟ مو غلط. خل اقول لك شيء، في فرق بين يعني هذا، ادري ان في لخبطه والناس يعني تبي تعرف شو الفرق، ليش الصيدلي يسوي نفس الطبيب؟ هي مو كذي. الصيدلي والطبيب مهنتين مرتبطتين ببعض لكن مختلفين عن بعض. تمام. الطبيب مهنته انه هو يشخص المرض ويعطيك العلاج المناسب بناء على التشخيص. الطبيب الصيدلي يهتم بصحة الدواء، الطبيب يهتم بصحة المريض، والصيدلي يهتم بصحة الدواء وأمان استخدامه. يعني لما المريض يوصل للصيدلي يكون اوريدي مشخص الحاله وعارف شنو العلاج، والصيدلي يعني يتابع الدواء اللي قاعد ياخذه من حيث الجرعه، يتاكد انها جرعه صحيحه حقه، ان الاثار الجانبيه يعني مو معرض لاثار جانبيه او تفاعلات دوائيه مع ادويه اخرى قاعد ياخذها، يتاكد انه هو يعني ياخذ الدواء قبل او بعد يعني الاكل. يعني هذه كلها اشياء يعني يتخصص فيها الصيدلي من ناحيه صحه الدواء. تمام. ومؤمنيه استخدامه من قبل المريض. الحين انت سالتني شلون المريض يشخص الصيدلي، هذه يعني مع الخبره، يعني الصيدلي في دراستنا احنا يعني عشان نعرف شنو الدواء وشنو تركيبته لازم نعرف حق شنو. اها. وين بالضبط يشتغل على الجسم. فمن ناحيه الدراسه هو عنده علم بهذا الموضوع. ومن ناحيه البراكتس يعني مع مرور الوقت، يعني اقول لك في البدايه لما اتخرجت ما راح اعرف يعني شلون، يعني ذيتني وقلت لي بلاعيمي ولا شيء، يمكن في البدايه عقب ما تخرجت مو مثل الحين. صح، صارت عندي خبره، صار عندي خبره في الموضوع، فاعرف شلون يعني بالبراكتس شنو الشيء اللي يناسبك، شنو الدواء اللي يناسبك. يعني عطني التشخيص اعطيك الدواء، بس ما اعطيك التشخيص. لا، تشخيص يعني هو تخصص الطبيب. لكن قاعد اقول لك هي عن خبره وعن عن درايه وعلم، الصيدلي يقدر يسوي هالاشياء هذه كلها. بس كترخيص في بيع الادويه، الصيدلي هو المرخص ببيع الادويه مو الطبيب. تمام. شو اللي تحتاجونه كجمعيه صيدله؟ حملات توعويه اكثر؟ بعد اقول لك الحملات التوعويه اللي قاعد يعني قاعد تقدم، بالنهايه انا ما ادرك هذا الدواء مزور او لا. كل اللي اقدر عليه اذا شكيت عندي شك ابلغ. لكن شنو ممكن نوعي الناس في 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 هذا الملف تحديدا، قضيه تزوير الادويه لا تاخذ من صيدليه الا معتمده مثلا، شنو من الاشياء اللي لازم اوعي الناس فيها والمجتمع؟ يعني لا تشتري من الانترنت، لا تشتروا من الانترنت، لان هذه وايد مهمه. بلغ عن اي مشكله تواجهك من اي دواء، سواء يعني شكيت ولا ما شكيت فيه، صار فيك اثر جانبي من دواء، بلغ الجهه الرقابيه في وزاره الصحه، في اداره الرقابه الدوائيه، بلغهم ان صارت عندي مشكله من الدواء، لان هم هناك لو وصل لهم يعني البلاغ هذا راح اول سؤال يسالون نفسهم، هل الدواء هذا مزور ولا اصلي؟ على طول. لازم، هذه واحدة من الأشياء اللي تخليك تعرف شنو السبب اللي صار في شركات مثلا تصنع أدوية صار لها 50-60 سنة موجودة في الماركت وما فيها مشاكل وايد، يعني تذكر، عرفت؟ فيعني يجيك فجأة الحين دواء من نفس الشركة ومن نفس الشركة المصنعة والعلامة التجارية
ناس قاموا يموتون منه او صار فيهم عاهات مستديمه، هني شك في الموضوع. لازم يصير في شك في الموضوع، فيسالون نفسهم هل الدواء هذا اللي الحين صارت فيه اثار جانبيه فظيعه هل بسبب انه هو دواء مزيف، ولا مثلا بدات تبين المشاكل بعد مرور سنوات كثيره. هني يجابون على السؤال من خلال النتائج اللي توصل لهم. اذا دواء مزيف لازم يدخل في مساله امنيه وقضاء وكذي وتجريم وعقوبه للي باع الادويه المزيفه، واذا شركه اصليه هني يدخل منحى اخر في مخاطبتها ومثل سحب الدواء او يعني تغيير نشر الداخليه المعلومات اللي فيها عشان المحاذير او شيء كذي. وتوعيه الصيدلاني نفسه الان طبعا بعض الصيدلانيين او اغلبهم عندهم مهنه الوظيفه وراقين جدا في التعامل مع المرضى، لكن البعض الاخر يستغلها ربحي. صح، قد لا يكون مزور لكن يسهل عمليه اخذك لهذا الدواء. بعض الادويه تحتاج فحوصات معينه، تحتاج موافقه طبيب معين. في صيدليات يقول لك خذها وعلى كفالتي، على مسؤوليتي، من غير لا تراجع، من غير لا تشوف. والبعض يقول لك لا، انا مضطر انك اشوف كل الفحوصات بعدها اعطيك الدواء هذا. لا، مسؤوليه صيدلاني. شلون تشوفينها؟ تدخل في ذمم هنا عاد كل واحد وضميره. يعني بالنهايه هي المشكله في تجاره الادويه، تفكر في الربح وتفكر في الاثكس، اخلاقيات المهنه. هاي يصير فيها تضارب. هل انا الحين لما اوقف واعطي المريض الدواء اوكي انا راح اربح منه، بس ايش راح اسوي فيه؟ بس ما عنده وصفه زين. مو كل الادويه تباع بوصفه. مثلا دواء ينباع بوصفه وطلبه مني وسعره زين، يعني ربحي. اي ابيعه علشان هذا. فهني الضمير يشتغل. يعني شلون تحل هالمشكله هاي؟ مشكله الضمير. يعني انت تقعد تدربهم وتوعيهم وتعطيهم الاثكس والكوندكت اوف اثكس والستاندرد اوف براكتس والاشياء هذه كلها، بس بالنهايه هو الشخص انت 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 شنو اخلاقياتك، شنو هي اللي توجهك، تربيتك واخلاقياتك واهتمامك بالمهنه وقدسيه المهنه هي اللي توجهك. فهاي شلون نوصل لها؟ هذه صعبه جدا، صعبه. صح، نحتاج توعيه، نحتاج رقابه لمن يسهل مثل اعطاء هذه الادويه. امانه دكتوره، اخيرا ويمكن اخر محاوله ودي افتحها وياك، احنا يعني مقبلين على شهر رمضان، عسى ربي يبلغنا ومن يسمع ان شاء الله شهر رمضان واحنا بصحه وسلامه. نصيحتك كصيدلانيه لمن يعني مجبر على اخذ عدد من الادويه من كبار السن، من الصغار، من غيره، في شهر رمضان عاده، شو تحبين تقولي لهم؟ طبعا كل عام وانتم بخير. رمضان على الابواب. الادويه طبعا المسنين عندهم ادويه وايد، يعني الله يعينهم. وحتى توقيت اخذ الادويه عندهم جدا صعب، يعني ما يقدرون يصومون بسبه الادويه. لكن اذا قدروا يعني من الحين انصحهم انه يستشيرون الطبيب المختص على اساس انه يسوي لهم تيوني وتغيير في الجرعات بحيث انهم يقدرون يصومون. طبعا يعني لمن استطاع يقدر يصوم، اللي ما يقدر بعد البعض يمكن يصر ما ندري. حتى لو حالته شوي تعبان يقول لك لا. هي المشكله في المسنين اللي عندهم ادويه كثيره. صح، هذه يعني وذاكرتهم يمكن تخونهم حتى في شلون بتغير لهم وقت الجرعه، خطر عليهم. صح، بس يعني جدا مهم انهم يستشيرون الطبيب اذا يبون يصومون، وعلى اساس انه يغيرهم وقت الجرعه او يعطيهم دواء بديل ممكن يقدرون ياخذونه بعد الفطور او مرتين في اليوم. في ادويه المفروض ياخذونها 3-4 مرات باليوم، ممكن يعطيهم دواء بديل ياخذه مره باليوم او مرتين قبل الفطور، بعد الفطور او قبل السحور. فيعني في هذه نصيحتي يعني دكتوره ريم العيسى، ودي اسمع منك كلمه اخيره في ختام هذا اللقاء، ايش تحبين تقولين؟ طبعا الادويه المزيفه هذا موضوعنا، يعني مشكله العصر، واتوقع يعني في خلال فتره قصيره راح تحتل المركز الاول بالعالم، لان تكلفه او يعني كتجاره تكلف تقريبا 600 مليار دولار كتجاره عالميه، وفي تزايد، في تفاقم كبير جدا. رقم كبير، وتجاره يعني مربحه جدا،
وتأثر اقتصاديا على الشركات الكبيرة، وتأثر عليها على سمعتها وعلى العلامة التجارية، وتأثر في ثقة الناس للمنظومة الصحية بكبرها. فإحنا يعني ما نقدر نشتغل بروحنا في إن إحنا نكافح، إحنا نحتاج إلى الداخلية، نحتاج إلى الجمارك، نحتاج إلى الشعب، الناس نفسهم، إن يكونون واعين بوجود الأدوية المزيفة، وساعدونا إن يعني لا تروحون تشترون الأدوية من أماكن غير مرخصة بس لأنها رخيصة، لأن بالنهاية أنت اللي راح تنضر. قاعد تضر صحتك. هذا صحيح. ساشا القوة، أمانة عضو جمعية الصيدلة الكويتية دكتورة ريم العيسى، شكرا على تلبية دعوة حضورك معنا في الاستديو، شكرا على كل هذه المعلومات. عسى ربي يوفقكم في محاربة هذه الظاهرة إن صح التعبير. للمطلع بالنهاية على الوضع بشكل عام، إذا قلنا عالمية المخدرات هي الأكثر انتشارا، فثاني الأكثر انتشارا هي تزوير الأدوية. وللمطلع للوهلة الأولى على هذا الملف سيدرك أن احنا بحاجة شديدة جدا إلى وضع تشريع يجرم من يزور الأدوية.